السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم يزن من قناة تيتو اكسبريس. اليوم حنحكي عن موضوع كتير مهم نسألت عليه كتير بالانستغرام وتعليقات اليوتيوب، وهو ببساطة اذا انا موجود خارج تركيا كيف فيني اتسوى من المواقع التركية واضمن انه اتصل للبلد اللي انا موجود فيه. فلذلك بدون اي تأخير خليكم معنا بعد الانترو. بالآونة الأخيرة كلياتنا شفنا كيف الكورونا أثر على عمليات الشراء إن كان من الأسواق أو من المولات، لذلك أغلب العالم التجأت للأونلاين أو عن طريق المواقع الإلكترونية، إن كان بالتجارة فتشتري بالجملة وتبيع بالمفرة، أو إن كان لتشتري مستلزماتها الشخصية وتضمن أنه تصل لبيتها وما تعرض للإصابة. لهيك كتير عالم بتحب تشتري من المواقع التركية. طيب ليش المواقع التركية وشو اللي بيميزها؟ المواقع التركية بتتميز بثلاث شغلات. أول شيء الأسعار، فهي أسعارها مو غالية بالنسبة، خاصة بالنسبة للبلاد اللي برا، فبالنسبة للخليج أو إن كان للمغرب فأسعارها كتير مقبولة. تاني شيء الجودة، فالمنتجات التركية كمان أفضل بكتير من منتجات غير بلاد، ومنلاقي في إلها مستويات، وطبعا أنت بتختار المستوى اللي بدك إياه. وآخر شيء إنه هي قريبة من البلاد العربية، فإن كان للمغرب أو إن كان للخليج أو إن كان أي بلد عربي فهي بتكون قريبة، وبالتالي مصاريف الشحن حتكون أقل إذا بدنا نجيب من أمريكا أو من أي بلد تاني. تاني شيء في كتير بلاد عربية كمان معفية من الجمارك التركية، وهذا الشيء كتير كتير بفيد يلي بده يتاجر أو بده يشتري شغلات خاصة لأنه بيوفر الجمارك. طبعا موضوع الجمارك كتير مهم، لذلك لازم تسأل بالدولة اللي أنت موجود فيها قبل ما تشتري أي غرض من خارج هي الدولة. طبعا بكل هالمميزات ملاحظ انه المواقع التركية هي خيار اول للشراء الاونلاين ان كان للتجارة او للمستلزمات الشخصية، بس منلاحظ انه بتواجهنا عقبة كبيرة كتير انه اغلب المواقع التركية ما بتشحن لخارج تركيا. لذلك هلأ انا جبت لكم شوية مواقع. بالاول حنحكي عن اهم 3 مواقع موجودة بتركيا ومنشوف اذا بتدعم الشحن الخارجي، وبعدين هعطيكم شوية مواقع ممكن تستفيدوا منها لأي حدا بيحب يشتري من مواقع التركية. طبعا أول موقع وأشهر موقع وكل العالم بتحب تشتري منه هو موقع ترينديول، فخلونا ننتقل فورا هلأ على اللابتوب. هذا الموقع كتير كتير مشهور بتركيا، ومنلاحظ بقلبه في كتير منتجات وأغلب الماركات طبعا موجودة بهذا الموقع. بس إذا منفوت على معلومات هذا الموقع، طبعا أنا هون ترجمت لكم إياه بالعربي مشان اختصار للوقت، بنقول له هل لديك توصيل للخارج؟ بيقول لك نحن نقتصر على التسليم في الخارج على ألمانيا فقط، وبيستخدموا هذا الموقع وهو trendyol.de. هذا الموقع هو موجود بألمانيا، طبعا ما في شحن من هون لألمانيا، لا هو موقع خاص لترينديول موجود بألمانيا، وما في أي بلد تاني ممكن نقدر نشتري منه منتجات ترينديول. لكن شو الحل لنقدر نشتري من هاي المنتجات؟ بآخر الفيديو نحلكم الطريقة كيف تشتروا من أي موقع بتكون إياه ويصل للبلد اللي أنتم موجودين فيه. فخلينا هلأ نكمل ومنروح على الموقع الثاني، هو موقع هيبسي بوردا. موقع هيبسي بوردا طبعا هو ثاني أشهر موقع موجود بتركيا، وكتير كتير الأتراك بيستخدموه. طبعا كمان في كتير منتجات إن كان ألبسة أو منظفات أو أي شيء بيخطر بالك موجود بهذا الموقع. طبعا كمان اختصارا الوقت منروح على قسم الأسئلة، نلاقي هل لديك تسليم للخارج؟ إذا منلاحظ موقع هيبسي برودا منلاقي هو أفضل بشوي من الترينديول، لأنه هون كاتب لنا أنه عنده بعض المنتجات يلي بيصدرها للخارج. لذلك بيقول لك يا أما بدك تدخل على ميزات كل منتج وتشوف إذا هو بيدعم الإرسال للخارج أو لا، أو هو مختصر عليك المسافة وكاتب لك هون رابط فيك تفوته من هون، وهون كاتب لك كل المنتجات يلي هي بتتصدر للخارج، نلاقي 125,491 منتج. وطبعا كمان بآخر الفيديو حفرجيكم الطريقة كيف نشتري باقي المنتجات وتصل للبلد اللي انتم موجودين فيه. ومنروح لثالث موقع، هو كمان ثالث موقع مشهور بتركيا، وهو نيون بير او ان 11. طبعا كمان اختصار للوقت منروح لقسم الأسئلة، نلاقي انه هذا الموقع ما بيبعت ابدا اي منتجات لخارج تركيا، فقط لشمال قبرص تركيا لانه بيعتبروها قسم من تركيا. طبعا كمان باخر الفيديو حنلاقي الطريقة كيف نقدر نجيب من
اي موقع بدنا اياه تركي ويصل للبلد اللي نحن موجودين فيه. بس قبل ما نحكي على الطريقه نعطيكم شويه مواقع فيكم تستخدموها، وهي المواقع هي بالاصل بتشحن لخارج تركيا، لذلك امورها كتير سهله. انت حتطلب طلبيتك وهي حتوصلهم للبلد اللي انت موجود فيه. طبعا كل روابط المواقع والروابط الموجوده بهذا الفيديو حتلاقوها بصندوق الوصف تحت الفيديو. طبعا اول موقع عنا هو موقع مودانيسا. هذا الموقع كتير مشهور بالوطن العربي، وهو منلاقي فيه ملابس محجبات وكل شيء بخص المحجبات. طبعا هذا الموقع بيدعم الشحن الخارجي. نطلع على الموقع الثاني، هو موقع توكشي. هذا كمان موقع بيشحن منتجات تركية لخارج تركيا. كمان بتلاقي كتير فيه منتجات مو مختص بس بالملابس، منلاقي فيه كتير اشياء فينا نشتريها من هذا الموقع. منروح على الموقع الثاني، هو موقع سيفا ميرفي. هذا الموقع كمان مختص بالملابس النسائية، وكمان هذا الموقع بيدعم الشحن الخارجي لخارج تركيا. منروح على الموقع اللي بعده، منلاقي موقع جود مودا. كمان هذا الموقع خاص بالملابس وخاصة بالمحجبات، وكمان بيشحن خارجي خارج تركيا. طبعا كل الروابط تبع هاي المواقع حتلاقوها تحت بصندوق الوصف أسفل الفيديو. الموقع اللي بعده هو موقع أدويت. هذا الموقع كتير مشهور كمان، هو موقع عربي بيشحن كمان خارجي أي منتج بدك إياه فيك تفوت وتلاقيه. وطبعا كتير فيه له خدمات، وكتير بيقدم خدمات هذا الموقع. الموقع اللي بعده حنلاقي موقع اسمه كلوب فاشن. هذا الموقع كمان مختص بملابس النساء وبيشحن خارجي لخارج تركيا. منروح على الموقع اللي بعده، هو موقع اسلامي. هذا الموقع كمان بيشحن خارجي، كاتب لك مجانا شحن دولي لكل دول العالم، تسوق عبر الانترنت. طبعا فيك تشتري منه اي منتجات موجودة بتركيا وبيشحن لك اياها للبلد اللي انت موجود فيها. اخر شيء عندنا موقع اسمه كيكي. طبعا هي الشركة موجودة بكتير دول، حتى بالمغرب موجودة وبلبنان الى فروعة. وطبعا هي اشهر شركة موجودة بتركيا، وفي لها مواقع باللغة العربية فيك تتسوق منها للبلد اللي انت موجود فيها. وهيك بكون عرضت لكم شوية مواقع تركية بتشحن خارجي للبلد، لأي بلد انتم موجودين فيه. بس شو بالنسبة للمواقع يلي ما بتشحن خارجي، يلي ذكرناها بأول فيديو، كيف فينا نشحن هاي البضاعة او اي منتج موجود داخل هاي المواقع لأي بلد نحن موجودين فيه؟ في خدمة مقدمتها شركة اسمها FBBT. هي الشركة اللي نفهم شو بتقدم لازم نفهم بالأول أنواع المواقع الشراء من الانترنت. المواقع نوعين، يا إما عندنا مواقع مثل موقع علي أكسبريس. هذا الموقع بيشحن لأي دولة بالعالم وأحيانا بشكل مجاني وما عنده أي مشكلة بهذا الخصوص. وتاني نوع من المواقع هي مثل موقع امازون. طبعا موقع امازون كتير بلاد ما بيشحلها، لذلك بنستعين نحنا بشركات تكون وسيطة بيننا وبين شركة امازون، بحيث تعطينا موقع امريكي نشحن عليه البضاعة، وهي الشركات بتشحن من الموقع اللي اعطتنا اياه للبلاد اللي نحنا موجودين فيه. فشركة FBBT هي نفس العملية حتقوم فيها لكن بتركيا. هاي الشركة حتقدم لك عدة أمور. أولاً حتعطيك موقع موجود باسطنبول بتشحن عليه البضاعة. اثنين، حتعطيك رقم تليفون تركي مشان إذا طلب الموقع تليفون حيكون لك رقم تليفون تركي. اثنين، حتصور لك المنتجات واتصل للموقع وتبعت لك إياها على الواتساب. ممكن تعطيك الوزن والحجم وقياسات هذا الطرد يلي ممكن يصل عندك. اخر شيء هي حتغلف هذا الطرد وتبعث لك اياه للبلد اللي انت موجود فيه. فهي عملها نفس عمل الشركات الموجودة بامريكا يلي بتشحن من امازون. طبعا هي الشركة فاتحة صديقي، لذلك انا لو ما في ثقة طبعا ما بعرض لكم اياها وبفرجيكم الفكرة يلي هي ممكن كتير انتم تستفيدوا منها، وكتير عالم ممكن تقدر تتاجر فيها او حتى تشتري المنتجات وبكل سهولة، وما حيكون عندها أي عائق، وتصل أي بلد أنت موجودين فيه إن كان بالوطن العربي أو إن كان بأوروبا أو أي بلد تاني. طبعا الرابط تبع هي الشركة حط لكم إياه بأول رابط موجود بصندوق الوصف،
فيكم تفوتوا، واي شخص استخدم هاي الخدمة وحبها اذا بيحب يشاركنا بالتعليقات ويقلنا شو استفاد وعجبته ما عجبته، ممكن يقيم لنا اياها مشان اي شخص ثاني ممكن يستفيد منها. طبعا نفسه صاحب هاي الشركة عنده شركة للملابس اذا حدا بيحب يتاجر بالجملة، وعنده شركة للمفروشات كمان بتركيا اذا حدا بيحب يشتري مفروشات من تركيا. فهي فرصة كتير حلوة لأي شخص حابب يشتري من المواقع التركية، هتكون فرصة كتير حلوة. لذلك قبل ما نختم بتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو تشاركوه لأكثر عدد من رفقاتكم. أي شخص حابب يشتري منتجات من تركيا ممكن يستفيد كتير من هذا الموقع. بتمنى إنه يعجبكم، ولا تنسوا تضيفوني على إنستغرام. أي سؤال عندكم يا ممكن تسألوني على إنستغرام أو حطوه بالتعليقات باليوتيوب. فمثل ما عودناكم لا تنسونا من الدعاء، ودعونا بالتوفيق وبيس.